بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح رسالة الشيخ القشيري لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري مع حاشية الشيخ مصطفى العروسي شيخ الأزهر الشريف، وما زلنا في تراجم الصوفية الأوائل، وقد وصلنا فيهم إلى ترجمة أبي علي شقيق ابن إبراهيم البلخي من مشايخ خراسان. قال بعضهم هو البلخي الزاهد العابد العلي الشأن العجيب البرهان من أكابر السادة الصوفية وأعاظم مشايخ الطريق. كان يقول بطرح المكاسب والمطالب والتوجه في الأسباب والمذاهب، قال: وقدم للمعاد وتنعم للوداد وثق بكفالة الكفيل، فتوكل واجتهد فيما ألزمك. قال بطرح المكاسب والمطالب والتوجه في الأسباب إلى الله تبارك وتعالى، يعني أنه كان حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فكان يهتم بتقديمه الصالحات للمعاد، يعني يهتم كثيرا بطرح الدنيا والاهتمام للآخرة. وليس معنى أنه يطرح المكاسب يعني يأكل من أيدي الناس أو يأكل بالمسألة، لا، هو لا يقول بذلك، ولا يفهم كلامه على هذا، يعني إنما هو يتوجه في الأسباب إلى الله تبارك وتعالى، يعني لا يتكل على السبب. وفرق بين من يتخذ الأسباب وسيلة لتحصيل الرزق ومن يتوكل على الأسباب ذاتها ويعتقد فيها. طبعا ناحية التوحيد هذه سبة والعياذ بالله تعالى، سبة في العقيدة، أن الإنسان يعتقد أن الأسباب يعني تنفع وتضر. لا، والمفروض طبعا إيه؟ الإنسان لا يتكل على السبب ولا يعتمد عليه ولا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا، وإنما الفاعل هو الله تبارك وتعالى. ليه؟ قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يعني أمر بالقتال مثلا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقال: وما النصر إلا من عند الله، مع أنه قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني أمر بالاستعداد وأمر بالقتال واتخاذ القوة والتجهيز لها، لكن في الآخر قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم
فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ يعني هذه مسألة طبعا المشايخ دايما يعني يركزون عليها، لأن طبعا فقه التوحيد ده اسمه الفقه الأكبر، يعني فقه العبادات والمعاملات ده اسمه الفقه الكبير، أما فقه التوحيد ده الفقه الأكبر، لأن الخطأ فيه يعني خطأ فادح والعياذ بالله، ممكن يعني تنزلق به القدم فيذهب للكفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك دايما العارفون يتكلمون كثيرا في التوحيد والعقيدة بالذات، يركزون عليها أكثر من أي شيء. ليه؟ لأنه في بعض الناس مع الجهل والعياذ بالله يعني يتكلم بكلام في الأسباب، يقولك لولا فلان لضعنا، لولا فلان لهلكنا، لولا فلان. كيف يعني؟ ليه؟ هذا نسيان لله، نسيان لله تبارك وتعالى، لأنه معنى التوكل تفويض الأمر إلى الوكيل، هذا معنى التوكل. فتفويض الأمر إلى الوكيل إذن لا ينظر للأسباب إلا أنها يعني يحركها الله سبحانه وتعالى. قال فتوكل واجتهد فيما ألزمه الله، فتحمل وحصل، فتحمل وحصل. وقد قيل التصوف الركون والسكون، يعني الركون إلى الله والسكون إليه، هذا هو التصوف من ناحية العقيدة، الركون والسكون ونحول الأعضاء والغضون والتخلي عن القرى والحصون. ليه؟ لأنه طبعا يتحصن بالله تبارك وتعالى. وكان من أجل مشايخ خراسان كما ذكره الشارح، وله كلام حسن في التوكل فاق به على الأقران. يعني دايما تلاقي كل شيخ من مشايخ الصوفية الأوائل يتميز بشيء ما، واحد يتميز بالزهد، واحد يتميز بحسن التوكل على الله، واحد يتميز بالرضا، كل واحد له إيه؟ يعني له صفة يبرز فيها. قال طالما خاض في المجاهدات الغمرات، واصطلى في الرياضات حر الجمرات، حتى قامت الأدلة على فضله. قال وأدلب على النفس والشيطان بخيله ورجله، انتصر عليها. وقال شقيق البلخي، قال رأيت بمكة مقعدا يزحف، يعني صاحب كساح لا يمشي. رأيت بمكة مقعدا يزحف، فقلت له من أين؟ قال من سمرقند. قلت وكم لك؟ فذكر أعواما تزيد على 10. 10 أعوام جاي من سمرقند. سمرقند دي في روسيا، لغاية مكة يزحف، سبحان الله. قال فرفعت طرفي أنظر إليه، فقال ما لك تنظر إلي؟ بص علي ليه؟ فقلت متعجبا من ضعف مهجتك وبعد سفرك، يعني أنت ضعيف المجهود، المهجة اللي هي الجهد، يعني واحد مقعد في أضعف من كده ثاني، يعني مش ماشي كمان، لا ده مقعد. قال فقلت متعجبا من ضعف مهجتك وبعد سفرك، سفر دي أسفار مش سفر واحد. فقال أما بعد سفري فالشوق يقربه، يعني حب الله والشوق إليه، ف
فالشوق يقربه. وأما ضعف مهجتي فمولاها يحمله. مولاها الذي خلقها هو الذي يحملها. قال: أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف. وأنشأ يقول، هو بيقول شعر مقعد: أزوركم والهوى صعب مسالكه، حب يعني، والشوق يحمل من لا مال يسعد، لأنه مش قادر يشتري ناقة عشان يمشي بيها يجي مكة. والشوق يحمل من لا مال يسعده، ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأسفار تبعده. ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأسفار تبعده. يعني مهما يكون المكان بعيد، لكن صاحب الشوق المحب يصل بحبه وشوقه، والله تعالى يعينه. دي زي القصة اللي ذكرها العلامة النسفي برضو في تفسير آيات الحج. قال لما بعض الصالحين قال: كنت في الطواف فرآني رجل فقال لي: كم بينكم وبين البيت الحرام؟ قال: ثلاثة أشهر، يعني المشي بيننا وبين البيت الحرام ثلاثة أشهر. قال: إذن أنتم جوار الحرم، أنتم جوار الحرم. قلت له: كم بينكم وبين البيت الحرام؟ قال: 5 سنين. أيوة، 5 سنين مشي. قال: خرجت شابا فاكتهلت. خرجت شابا فاكتهلت، يعني خرج سنه 28 وصل سنه 33، لأن الكهل 33 سنة. خرجت شابا فاكتهلت، ثم أنشد يقول: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. نفس الأبيات، نفس معنى الأبيات التي ذكرها هذا المقعد: زر من هويت وإن شطت بك الدار. طبعا يهوى المولى تبارك وتعالى رب البيت. زر من هويت وإن بعدت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، يعني مهما يكون هناك حجب وأستار وجبال ووديان، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. دي قصص كثيرة يعني في الشوق إلى البيت الحرام والذهاب إليه ماشيا، بل هذا مقعد. سبحان الله. قال: ومن كلامه، من كلام شقيق البلخي رضي الله عنه، قال: عملت بالقرآن 20 سنة، يعني عملت بأوامره ونواهيه 20 سنة، حتى ميزت أعمال الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. سبحانه وتعالى، يعني إنه طبق القرآن وميز أعمال الدنيا وعرفها، وأنها لا يؤخذ منها إلا بمقدار البلغة التي تبلغه إلى الآخرة، وما عند الله خير أبقى. ده معنى الآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال لا تتعب في طلب الغنى، أي لا تتعب نفسك في طلب الغنى، فإنه إذا قسم لك الفقر لا تكون غنيا. إذا قسم لك الفقر لا تكون غنيا، يعني إذا، لأن القرآن قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهناك الفقير، هناك الغني، وهناك المتوسط، طبعا يعني قسمة عادلة، لأن القسمة تقتضي العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فإذا قسم لك أنك في قسم الفقراء لن تكون غنيا، وإذا قسم لك الغنى لن تكون فقيرا، وهكذا. وعلى حسب طبعا إيه ما يصلحك، كما في حديث الترمذي، الحديث القدسي يقول فيه المولى سبحانه وتعالى كما رواه صلى الله عليه وسلم عنه: إن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. فيعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الغني غنيا والفقير فقيرا، وهذا هو ما يصلحه. وقال: إذا صار الفقير يخاف من الغني كما يخاف من الفقر فقد تم زهده. إذا صار الفقير يخاف من الغنى كما يخاف من الفقر فقد تم زهده. الفقير هو الصوفي، يعني إذا صار الفقير، يعني الصوفي، يخاف من الغنى، لأنه طبعا القرآن قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهو طبعا يخاف أن تدخل الدنيا في بيته فينشغل بها عن الله، يبقى يخاف من الإيه؟ يخاف من الغنى كما يخاف من الفقر فقد تم زهده. لأن الزهد معناه الإعراض عن الشيء لحقارته، هذه معنى إيه؟ الزهد. وقال: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله ووعده الناس، بأيهما يكون أوثق. إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله ووعده الناس، بأيهما يكون أوثق. يعني إذا كان بوعد الله أوثق فهو الرجل، يعني الرجل اللي هو الحسن التوكل. أما الذي يثق في وعد الناس أكثر من وعد الله طبعا يبقى إيمانه ضاد جيم، يعني أنه ضعيف جدا، لأنه يصدق الناس ولا يصدق الله، مع أن القرآن قال: وعد الله لا يخلف الله وعده، لكن ابن آدم يعد ويخلف، هذا هو الفرق. يبقى المفروض الإنسان يكون في، يعني في وعد الله أوثق، يثق في وعد الله ثقة لا تزحزحه أبدا. ولذلك إيه العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قالوا: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن بالخلف جاد بالعطية، يعني أيقن بأن الله لا يخلف وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمؤمن
يثق بوعد الله تبارك وتعالى وأنه لا يخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. القرآن قال إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء اللي هو البخل هنا في سياق الآية. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني الذي ينفق يغفر له، لأن الحسنات يذهبن السيئات. الذي ينفق يغفر له وتاني ويزيده من فضله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لكن يعني ربنا ما بيديش يعني جنيه قبل جنيه زيك مثلا مكافأة، لا لا، أنت تعطي القليل يعطيك عليه كثيرا، طبعا بلا حساب بلا حساب. وقال اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منها منفعتك واحذر منها أن تحرقك. انظر إلى التحذير من صحبة الناس. اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منها منفعتك واحذر منها أن تحرقك. ليه؟ لأن يعني معرفة الناس لها حدود. يعني أحيانا الإنسان يجلس مع الناس لا يجني إلا الذنوب، وزيادة على ذلك توزيع الحسنات، خاصة في مسألة الغيبة بالذات. يعني الإنسان لو جلس مجلسا بعد صلاة العشاء وذكر الله طول اليوم وقرأ القرآن وفعل ما فعل، ثم جلس مع الناس، ممكن إيه بسبب الغيبة يقوم بلا حسنات. ليه؟ الجلوس معهم فيه ضرر. هو يقول لك يعني خذ منهم المنفعة، خذ منهم المنفعة، إذا تسببوا في الضرر فاهرب منهم كما تهرب من النار. بالضبط كده، اصحب الناس كما تصحب النار. قال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهزيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حاله. يبقى المنفعة أن تجلس مع الناس لتأخذ منهم العلم أو إصلاح الحال، البيع الشراء أي شيء من الأشياء التي يعني تنتفع بها في الدنيا، أو الصلح بين اثنين مثلا، أو رد الحق لأصحابه وهكذا. هذا هو النافع لك، يعني تنفع نفسك وتنفع غيرك. لكن لقاء بالقيل والقال يبقى أنت كده يعني تجني الذنوب وتضيع الحسنات. يبقى زي مجاورة الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم رائحة خبيثة. قال وإذا أردت أن تكون في راحة فكل ما أصبت والبس ما وجدت وارضى بقضاء الله وقدره. كل ما أصبت
يعني كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المنزل هل عندكم طعام؟ فيقدم إليه، إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه أعرض، صلى الله عليه وسلم. لا يمدح ولا يذم، لا يمدح ذواقا ولا يذم، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال فكل ما أصبت والبس ما وجدت، لأن هذا رزق الله لك، وارضى بقضاء الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال وله فوائد كثيرة غير هذا، وقد أسند الحديث، يعني شقيق البلخ ده من رواة الحديث، وأخذ الفقه عن أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه حاتم الأصم وأيوب بن الحسن الزاهد. قال الذهبي، الحافظ الذهبي ترجم له في سير أعلام النبلاء، قال الذهبي الحافظ سافر مرة ومعه 300 فقير من الفقراء، فتوسل إليه المأمون، الخليفة المأمون توسل إليه حتى اجتمع به، واجتمع به قبله أبوه الرشيد، المأمون ده ابن هارون الرشيد، وقال له أنت شقيق الزاهد؟ قال نعم شقيق ولست بالزاهد. قال أنت شقيق الزاهد؟ قال أنا شقيق ولست بالزاهد. فقال له أوصني المأمون، قال له أوصني، قال إن الله قد أجلسك مكان الصديق، سيدنا أبو بكر يعني، إن الله أجلسك مكان الصديق، وإنه يطلب منك مثل صدقه، ومكان الفاروق، ويطلب منك الفرق بين الحق والباطل، ومكان عثمان، ويطلب منك مثل حيائه وكرمه، ومقام علي، ويطلب منك مثل علمه وعدله. هذه وصايته للمأمون ابن هارون الرشيد، يعني وصايا طبعا ايه، بليغة وموجزة وفيها الفائدة، يعني يريد أن يقول له سر سيرة الخلفاء الراشدين، وأنت تعرفها، وهدول أولاد عمومتك، وهم بني العباس، يعني ليس غريبا على هذا رضي الله عنهم جميعا. يعني انظر إلى الخلفاء، يعني كانوا يطلبون الوصية من العلماء، يقول له أوصني أو عزني، ده موجود في التاريخ على طول التاريخ، لأن الأمراء المؤمنين الذين ولوا الإمارة كانوا علماء، يعني كانوا يخطبون الجمعة ويخطبون العيد ويصلون على الأموات، ويعني يفصلون في القضايا، كانوا قضاة، يعني كان الواحد منهم يعمل كل شيء، كل شيء، حتى القضاء كانوا يقضون بين الناس، يعني وقتهم مقسم بين هذه الايه الاشياء، ويطلبون العلماء المؤدبين يؤدبون اولادهم، يعني يعلمونهم ويروونهم الشعر
ليخرجوا علماء، هكذا كان الأمراء رضي الله عنهم. مات شقيق البلخي شهيدا في غزوة كولان سنة 94 وقيل 53. وكان أستاذ حاتم الأصم، قيل كان سبب توبته أنه كان من أبناء الأغنياء، خرج للتجارة إلى أرض الترك، وفي نسخة إلى أرض الشرك، وهو حدث أي شاب، فدخل بيتا للأصنام فرأى خادما للأصنام فيه أي في البيت قد حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابا أرجوانية أي مصبوغة بالأرجوان، أو بالأرجوان، وهو صبغ أحمر شديد الحمرة، الثوب مصبوغ بصبغة إيه؟ حمراء. فقال شقيق: إن لك صانعا، يتكلم الايه؟ الخادم، خادم الأصنام، خادم بيت الأصنام، إن لك خادم، إن لك صانعا حيا عالما قادرا فاعبده، ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. فقال: إن كان كما تقول فهو قادر على أن يرزقك ببلدك، فلما تعنيت إلى هاهنا للتجارة؟ الخادم يقول لشقيق هذا الكلام، لما بيقول له إيه؟ إن لك صانعا حيا عالما قادرا فاعبده ولا تعبد هذه الأصنام فإنها لا تضر ولا تنفع. فراح قايل له إيه؟ إن كان كما تقول، يعني حقا، فهو قادر على أن يرزقك ببلدك، فلما تعنيت، يعني لما تعبت وأتعبت نفسك وعانيت المشقة لكي تأتي إلى هنا للتجارة؟ قال: فانتبه شقيق وأخذ في طريق الزهد. قال: تيقظ من غفلته وفاق من غفلته، وذلك كما قيل إن السبب الباعث لمعاوية الصغير على الزهد في الخلافة والنبذ لها أنه سمع جاريتين له يتلاحيان، واحد اسمه معاوية الصغير له جاريتان يتلاحيان، يعني يتخاصمان ويتشاجران، وكانت إحداهما بارعة في الجمال، فقالت الأخرى لها: لقد أكسبك جمالك كبر الملوك. فقالت لها الحسناء: وأي الملك يضاهي ملك الحسن؟ وأي ملك يضاهي ملك الحسن؟ يعني طبعا إيه عايز تقول؟ إنه ملك الحسن يعني ما فيش حاجة تضاهيه. وأي الملك يضاهي ملك الحسن؟ بل وهو فاض على الملوك، ف
فهو الملك حقا. فقالت لها الأخرى: وأي خير في الملك وصاحبه إما قائم بحقوقه وعامل بالشكر فيه فذاك مسلوب اللذة والقرار منغص العيش، وإما منقاد لشهواته مؤسر للذاته مضيع لحقوقه مضرب عن الشكر فيه فمصيره إلى النار. فوقعت الكلمة في نفس معاوية موقعا مؤثرا فحملته على الانقلاع من الخلافة. معاوية مش الكبير، لا، معاوية الصغير يعني بعده بمدة. يعني هو الجارية بتتكلم طبعا بكلام فيه إشارات إشارات. قال لها: لقد أكسب، واحدة بتقول للتانية إيه: لقد أكسبك جمالك كبر الملوك. فقالت لها: وأي الملك يضاهي ملك الحسن؟ طبعا يعني مفيش حاجة تضاهي ملك الحسن، بس حسن إيه؟ حسن الأخلاق، مش أي حسن يعني، مش ملك الجمال، لا. قال يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الملك حقا، هو المالك لكل شيء، وهو الملك يعني الذي يطلق عليه كلمة الملك الحقيقي، ملك يوم الدين كما قرأ قالون. بعدين ثم قالت لها: وأي خير في الملك، الملك الدنيا يعني، وصاحبه إما قائم بحقوقه، بحقوق الملك ده نادر طبعا، وعامل بالشكر فيه، قال فذلك مسلوب اللذة والقرار منغص العيش، اللي هو إيه؟ الملك القائم بالحقوق العادل ده طبعا إيه؟ دائما في هم وغم باستمرار، ليس له قرار، مسلوب اللذة والقرار منغص العيش. شوف سيدنا عمر الناس نايمة وهو إيه؟ يمر في المدينة، الناس نائمون وهو يحمل هم هذا وهم هذا وهم هذا، حتى قال: لو عصرت دابة في العراق لسئلت أمام الله لما لم أصلح لها الطريق. هي تقصد هذا. وإما إما ملك منقاد لشهواته مؤسر للذاته مضيع لحقوقه، حقوق الملك، مضرب عن الشكر فيه، قال هذا مصيره إلى النار. عرفتها أنه يعني أنه ملك الحسن الحقيقي اللي هو إيه؟ قائم بالشكر، بشكر الملك وقائم بحقوقه، أما الذي لا يقوم بحقوق الملك فهو في النار. فهنا طبعا اللي هو عابد خادم بيت الأصنام بيكلم الشقيق البلخي رضي الله عنه، بيقول له يعني بينصحه: إن لك صانعا حيا عالما قادرا فاعبده. وجه له هذا الكلام من باب قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال له: ألا تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؟ طبعا لا تضر ولا تنفع بالنظر إلى ذات الصنم، بالنظر إلى ذات الصنم، لكن عبادتها تضر، سبب في الضرر في الآخرة. ليه؟ لأنه يكون شقيا والعياذ بالله، ويختم له بالسوء، يعني ضرر الأصنام لا يضرعه ضرر، مش معنى أنها لا تنفع ولا تضر أي لا تخلق ضررا ولا تخلق نفعا بالنظر للذات، لكن بالنسبة للسبب
البعد عنها ينفع وعبادتها تضر ضررا لا نهاية له، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. أيوة خلي بالك. قال فانتبه شقيق إلى أنه طلب منه ترك الكد في طلب الدنيا والرجوع إلى القناعة بما تيسر فرجع. يعني هو إيه؟ ذكره خادم بيت الأصنام، لأنه هناك طبعا في بلاد الشرك، يعني كان الواحد منهم يحرس بيت الأصنام، وهناك طبعا في عند المجوس عندهم بيت اسمه بيت النار، كان له خادم طبعا 24 ساعة علشان النار دي ما تخمتش، فهو يقعد يغذيها بالايه؟ بالخشب والشجر و عباد النار. سيدنا سلمان الفارسي كما ذكرنا في قصته كان خادم بيت النار، أبوه موظفه قاعد جبال النار يعني يلقمها الخشب حتى لا تخبو النار، لأنها عندهم إله، الإله ما يطفيش نور. طب مدام محتاج لغيره يبقى إله منين؟ ما لو سكت عنه شوية يطفي يبقى إله منين؟ لكن كذلك زينا لكل أمة عملهم. لكن هي الكلمة كلمة خادم بيت الأصنام يعني أثرت فيه، أثرت فيه، يقول يعني عايز يقول له فاهم منه، فاهم منه. هدوكها طبعا لا يقصد يعني عزة شقيق رضي الله عنه، لا يقصد هذا، وإنما يقصد يعني عايز يحتج عليه، يعني ما دام هو قادر ورازق طب ما هو يرزقك كما يرزقك في بلدك يرزقك هنا، أو يرزقك هنا كما يرزقك في بلدك، فلما جئت إلى هنا وتركت بلدك؟ فعرف أنه ما فيش داعي للإيه؟ للتعب والمشق. قال فرجع إلى طريق الزهد والقناعة، يعني مكث في بلده وأخذ بالأسباب وقنع بما آتاه الله تعالى ورجع لذلك. وقيل في قول تاني في سبب زهده، طبعا يقولوا لا مانع من تعدد الأسباب، وقيل كان سبب زهده أنه رأى مملوكا يلعب ويمرح في زمان قحط كان الناس فيه مهتمين بتحصيل قوتهم. مملوك يعني عبد، يعني عبدا يلعب ويمرح يعني فرحان ونشط في زمان قحط وجوع، كان الناس فيه مهتمين بتحصيل قوتهم. فقال له شقيق ما هذا النشاط الذي فيك، يعني الفرح والسرور، أما ترى ما فيه الناس من الحزن والقحط؟ فقال ذلك المملوك وما علي من ذلك، ولمولاي سيد يعني ولمولاي قرية خالصة يدخل له منها ما نحتاج نحن إليه. انظر خلي بالك. وقال شقيق إن كان لمولاه قرية ومولاه مخلوق فقير، ثم إنه مع ذلك يعني المملوك ليس يهتم لرزقه، فكيف ينبغي أن يهتم المسلم لرزقه ومولاه غني؟
سبحانه وتعالى، بل أغنى الأغنياء. طبعا إيه، فانتقل بذلك إلى إيه؟ إلى فضل ربه. يعني هذا عبد، عبد مملوك. طبعا العبد وما ملكت يداه لسيده، الناس في قحط وجوع وحزن، لكن سيد هذا العبد غني. ولذلك العبد المملوك لما مش مسؤول عن حاجة فرحان ونشط وبيمرح ويلعب، فهو شقيق بيعزو يقول له انت يعني أما ترى ما فيه الناس من هم وغم وكرب عظيم، ها؟ أما ترى ما فيه الناس من الحزن والقحط. فالمملوك طبعا ما يهموش الموضوع ده، فقال ذلك المملوك: وما علي من ذلك ولمولاي قرية، يعني عنده زي ما نقول احنا بلغتنا احنا عزبة، ولمولاي قرية خالصة يدخل له منها ما نحتاج إليه. يعني يقول فيها كل شيء، ثمار وحبوب وحيوانات وطيور، يعني كل ما نحتاج إليه يأتي إلينا من هذه القرية. فانتبه طبعا شقيق واستحيا من الله أن يهتم برزقه، وقد ضمنه له مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ذكروا عن سيدنا سليمان عليه السلام، سأل النملة، يعني قال لها يعني ما قوتك في السنة، تأكل إيه في السنة؟ قالت آكل قمحة، آكل قمحة واحدة. فحبسها في زجاجة ووضع لها قمحة ومكست سنة، فأكلت نصف القمحة. فكلمها طبعا سيدنا سليمان يعرف لغة النمل والطير والحيوان، قال لها أنت قلت أنا آكل قمحة في العام، حبة حبة واحدة، لما أكلت نصف الحبة؟ فقالت كنت آكل الحبة فلما حبستني أكلت نصف الحبة، وقلت لعل سليمان ينساني في العام الثاني فأجعل النصف للعام الثاني، أما في الأول فكنت آكل الحبة فيعطيني الله غيرها، أما المخلوق ينسى أنه عنده نملة هنا محبوس. لكن مولى سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. يعني شوف خلي بالك، يعني كل شيء يعرف الله تعالى كما قال القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه سبحانه وتعالى. يعني خشاش الأرض، النمل ده اسمه خشاش الأرض لأنه يخش في الأرض، الحيوانات والطيور وخشاش الأرض، كل هذه الأشكال والألوان تعرف الله تعالى وتوقن برزقه، وهذا هو الدليل. يعني كانت تأكل حبة فأكلت نصف حبة لأنها محبوسة، حبسها مخلوق سيدنا سليمان وهو قد ينساه. مش المرأة تبقى في البيت وما تنسى الطيور، تحط لهم مية وتحط لهم أكل، قول ياه نسينا، حرام علينا نسينا الطيور ونسينا كذا. سبحانه وتعالى.
يعني عايز يقارن هو بين العبد المملوك لسيده يفرح ويمرح وينشط لأن سيده غني. قال فكيف يهتم الإنسان لرزقه وهو بيد أغنى الأغنياء بل خالق الغنى سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين ابن أحمد العطار البلخي يقول سمعت أحمد بن محمد البخاري يقول قال حاتم الأصم كان شقيق ابن إبراهيم موسرا وكان يتفتى أي بماله وجاهه وما يمكنه وفاء بكمال مروءته، ويعاشر الفتيان جمع فتى وهو من لا يدخر ما أمكنه عن قاصده. وكان علي بن عيسى بن ماهان أمير بلخ وكان يحب كلاب الصيد. قال ففقد كلبا من كلابه فسعى برجل أي وشي به أنه عنده أو فسعي برجل أنه عنده، وكان الرجل في جوار شقيق فطلب الرجل فهرب، فدخل دار شقيق مستجيرا، فمضى شقيق إلى الأمير وقال خلوا سبيله فإن الكلب عندي أرده إليكم وأمهلوني في رده إلى ثلاثة أيام. قال فخلوا سبيله وانصرف شقيق مهتما لما صنع. فلما كان اليوم الثالث كان رجل من أصدقاء الشقيق غائبا من بلخ، رجع إليها فوجد في الطريق كلبا عليه قلادة تدل على أنه معلم من الكلاب، كلاب الصيد يعني كلاب معلمة، على أنه معلم، فأخذه وقال أهديه إلى شقيق يتفتى به فإنه يشتغل بالتفتي. فحمله إليه فنظر إليه شقيق فإذا هو كلب الأمير، فسر به وحمله إلى الأمير وتخلص من الضمان، فرزقه الله الانتباه وتاه مما كان فيه وسلك طريق الزهد. يعني عايز يقول له في حال الغفلة، يعني هو طبعا ايه زي ما نقول كان فتوة، كان ايه فتوة، الفتوة اللي هو يفعل ما لا يفعله غيره، يقول لك ده فلان فتوة يعني يقدر يعمل اللي هو عايزه بلغتنا احنا، ودي لغة قديمة برضو، يعني كان فيه ناس فتوات برضو. اقول كان شقيق ابن ابراهيم كان موسرا، كان غنيا وكان يتفتى ويعاشر الفتيان، يعني يعاشر الأقوياء، وزي ما تقول يضمن ما لا يضمنه غيره، يعني كلمة كلمة إيه رجال، هذه معنى إيه الكلام يعني. قال بماله وجاهه، وكان يتفتى بماله وجماله وجاهه وما يمكنه. قال وفاء بكمال المروءة، يعني هو يضمن بالمروءة والجاه والفتوة، يعني معاه قوة ومعاه مال ومعاه جاه. فأمير الأمير ده اللي هو علي بن عيسى ماه كان
ماهان كان أمير بلخ، يعني كان ملك. وبعدين وكان يحب كلاب الصيد، الأمراء كل واحد له هواية يعني. كان هذا الأمير اللي هو علي بن عيسى بن مهان كان يحب كلاب الصيد. بعدين فقد كلبا من الكلاب، من كلاب الصيد، ضاع منه. فواحد راح يعني وشى عنده أنه عند فلان، ورجل بريء طبعا. وكان هذا الرجل جوار مين؟ من جوار شقيق البلخي. طبعا دايما الناس الفتوات يحموا جيرانهم. فراح طبعا راح للأمير، ودايما الفتوة وصاحب المال والجاه مسموع الكلمة حتى عند الأمير. فقال يعني يعني خلوا عنهم، اتركوه، طلعوه من من السجن. قال خلوا سبيله فإن الكلب عندي. انظر إلى الفتوانة يعني بتاعته، الكلب الكلب عندي، أرده إليكم إلى 3 أيام، يعني ادونه مهلة، خلال 3 أيام أنا أجيب لكم أجيب لكم الكلب. قال يعني شوف، كان له صديق غائب، فالصديق ده وجد كلبا وفي رقبته يعني علامة على أنه كلب معلم. دايما الكلاب المعلمة طبعا بيبقى لها لها إشارة ولها علامة. طبعا هو مهتم، اما يقول طب يعني انا اجيب الكلب منين، شقيق يعني مهتم لتسليم الكلب خلال 3 أيام للملك، لان هو ضمن الرجل، خلوا سبيله انا اجيب لكم الكلب عندي. قال فالرجل صديق شقيق كان غائبا ورجع، فوجد كلبا في الطريق فأتى به. فعليه قلادة، ليش علامة كده في رقبته، فأخذه وقال أهديه إلى شقيق، أهدي هذا الكلب، لأن الكلب المعلم طبعا له ثمن، يعني مش زي أي كلب يعني. قال فأخذه وأعطاه للشقيق هدية، قال أهديه إلى شقيق علشان يتفتى به، ما هو فتوة. قال فحمله إليه، قال فنظر إليه شقيق عرف الكلب أنه هذا كلب الأمير، سبحان الله. قال فسر به وحمله إلى الأمير، وفى به بالوعد، يعني خلال 3 أيام جاءه الكلب هدية، وهو هو الكلب بدليل القلادة اللي هي موجودة فين؟ في الرقبة. أيوة. فعايز يقول يعني أن أنا ربنا سبحانه وتعالى يعني نصرني وصدقني وأنا على هذه الحال، كان لسه لم يتب. قال فرجع إلى الله تعالى، زي الرجل اللي كان بيعبد صنم، سيدنا عبد الله المبارك يعني عرض عليه أنه يتوب إلى الله ويرجع عما هو فيه، فالرجل طبعا لم يرضى، فتبع القافلة وذهب وراءها إلى الحج. فجاء عند الحرم وقال له إلى هنا لا تتبعنا، إما أن تسلم وإما أن ترجع، لأنه هنا طبعا الجواز هنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني تقدرش تخش الحرم إلا بالتوحيد بالإسلام، ممنوع الدخول هنا. فرجع، لكن دخل متخفيا. بعد ما دخل سيدنا عبد الله بن المبارك والقافلة معه،
قافلة الحج، دخل متخفيا فرآه في الطواف سيدنا عبد الله المبارك يطوف بالبيت، وقال له: ما الذي أدخلك هنا؟ ورآه محرما يطوف، خلي بالك، قال: يعني تخفيت في ثياب المسلمين ودخلت، وقلت يعني أرى ما يفعله المسلمون هنا. قال: فلما رأيت، لما وقع نظري على البيت الحرام الكعبة، قال: لم أجد في شعرة تحن إلى الشرك والوثنية. يعني دخل قلبه نور الإيمان برؤية الكعبة، يعني زي ما تقول إيه، نسيت الصنم اللي أنا كنت إيه أعبده. قال: وها أنا أسلمت واغتسلت وأحرمت بعمرة، يعني أنا بعمل إيه عمرة كمان. فسيدنا طبعا عبد الله بن مبارك كان رجلا كريما، كان ينفق على من معه من الإيه من القافلة في الحج، كان يحج عاما ويجاهد عاما رضي الله عنه. المهم أنه أراد أن يعطيه صرة من الدراهم التي كان يوزعها على تلاميذه، يعني كان يأخذ منهم الأموال لأنه كان مسرا، كل واحد يعمل صرة، يعمل أمواله في صرة ويكتب عليها اسمه، وينفق هو على القافلة، يوهمهم أنه عامل جمعية، يعني يوهمهم بذلك، وكل واحد يصر ما معه من المال ويكتب اسمه عليه وينفق هو على القافلة. وفي آخر رحلة الحج ينادي على كل واحد باسمه ويعطيه السر رضي الله عنه. هكذا كان من كرمه، حاجة منقطعة النظير يعني رضي الله عنه. المهم أراد أن يعطي هذا الرجل الذي كان يعبد الصنم، أراد أن يعطيه مالا، قال: خذ هذه الصرة واستعن بها على الحياة، يعني أنفق أنت وأهلك. شوف, 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 شوف الرجل الذي كان مشركا ودخل يعني نور التوحيد إلى قلبه، قال له: هو كان يرزقني وأنا أعبد غيره، هو كان يرزقني وأنا أعبد غيره، فكيف بعد أن عرفته هيبخل علي؟ قال: لو احتجت إلى شيء طلبت منه. شوف، عرف الله تعالى، يعني لم يمد يده إيه لمخلوق، عايز يقول له، يعني عايز يقول ما فيش أكرم من الله، يعني أنا كنت أعبد غيره، يعبد صنم لا ينفع ولا يملك شيئا، وهو يتكرم علي بالإيه بالإنفاق ويعطيني المال وأنا أعبد غيره، يعني هو الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره وهو يعبد غيره وهو يرزقه سبحانه وتعالى. عايز يقول فكيف بعد أن عرفته؟ يبقى إذا احتجت إلى شيء قلت: يا رب أعطني، يبقى أنا لا أحتاج إلى إيه؟ لا أحتاج إلى المال. فهو يعني سيدنا شقيق البلخي رضي الله عنه يعني استنبط من هذا، يقول يعني هو سبحانه وتعالى يعني عايز يقول بيض وجهي مع إيه؟ مع الملك، يعني أنا ضمنت جاري وأحسنت إليه، يعني راح شفع لجاره طلعه من السجن، وكمان إيه وضمن ما عليه، لأنه برضو والكلب كلب الأمير عاد مش زي أي كلب، هذا كلب غالي. كلب غالي، فهو ضمنه من ناحيتين، يعني أحسن للرجل مرتين، هو متهم
بأخذ الكلب وهو بريء. هو الكلب أتريه راح في البرية هرب، وشوف صديق شقيق يجيب إيه الكلب، يقول أهديه إلى شقيق يتفتى به لأنه هو فتوة، أتريه ضامن الكلب. شوف سبحان الله، لسه هو لم يتب قبل هذا يعني، فاستنبط كما استنبط إيه عابد الصنم، إنه كان الله تعالى يرزقه وهو يعبد غيره، فكيف بعد أن عرفه؟ فعايز يقول إن الله تعالى يعني أحسن إليه، وده برضو من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني هو أحسن إلى جاره مرتين، مرة في إطلاق في إطلاقه من السجن، ومرة في ضمان إيه الحق الذي عليه، وده حق ما يقدرش يوفي به، وفي نفس الوقت هو بريء، هو بريء، بريء من السجن وبريء من إيه من سرقة الكلب وضياعه. قال فانتبه بذلك وقال في نفسه إذا كان لطفه تعالى بي وأنا في حال الغفلة والجفاء، فكيف إذا رجعت إليه بصدق العبادة والوفاء. قال فرجع إلى الله وتاب مما كان فيه وسلك طريق الزهد والسداد رضي الله عنه. وحكي عن حاتم الأصم قال كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك، يعني في إحدى الصفوف نحارب الترك في يوم لا نرى إلا رؤوسا تندر بالدال أي تسقط، ورماحا تتقصف، وسيوفا تتقطع. فقال لي شقيق كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم، يعني من كثرة العدو، هل تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت إليك امرأتك فيها، يعني من السرور والطمأنينة؟ فقلت لا والله. قال لكني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة. ثم نام بين الصفين، قال ودرفته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه، يعني شخيره، يعني طبعا هو بيتحدث بنعمة الله عليه، يعني بيقول ايه انه طبعا القتال دائر ورؤوس تسقط وسيوف تتكسر من شدة الايه من شدة القتال والالتحام. قال فشقيق قال لحاتم كيف ترى نفسك يا حاتم في ايه مثل هذا اليوم، يعني تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت امرأتك فيها. فقلت لا. حاتم قال لا، قال لا، هو الشقيق بيقول ايه لا والله، لكني أرى نفسي والله في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة، يعني أنا أرى نفسي في الطمأنينة والمسرة كما ايه كنت في ليلة العرس وهو بين الايه. قال ثم نام بين الصفوف، نام وهو في الجيش المحارب، قال نام ووضع سلاحه تحت رأسه وسمعت غطيطه، يعني سمع التشخير، يعني نام وهو مطمئن البال.
ليه؟ طبعا لأنه هو مؤمن طبعا بالقضاء والقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يغني حذر من قدر، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بهذا دليل على كمال اليقين، كمال اليقين، وأن العبد لا يصيبه إلا ما قدر الله عليه. ومقصوده بذلك أن يعرف تلميذه حاتما الأصم قوة اليقين بالمقال والحال، بالمقال وسأله. طبعا مش هيكذب عليه، يعني معقول مثلا واحد بين الصفين في القتال تكون طمأنينة ومسرته كيوم العرس؟ قالوا لا، قالوا لكني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت في تلك الليلة. ده الشقيق اللي بيقوله، هو شيخه. قال ثم نام بين الصفين ودرفته تحت رأسه حتى سمعته إيه؟ غطيطة. يعني وضع السلاح تحت رأسه رضي الله عنه. قال وليس هو بما فعله مغررا بنفسه، فإنه من جملة المسلمين وبعضهم يحرس بعضا. قال ولو تحرك العدو أدنى حركة وازدحم الناس لاستيقظ. وقال رضي الله عنه إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله به ووعده الناس به، فبأيهما يكون قلبه أوثق؟ يعني إذا كان يريد أن يعرف نفسه، هل وعد الناس أو وعد الله، كما شرحنا هذه الحكمة في أول الكلام. قال فيمتحن الإنسان نفسه في الوعد والأمر والنهي وغيرهما بهذا الميزان. مثلا لو وعد شخص بمال في وقت فزاحمه في الوقت عبادة وعد الله عليها جزيل الثواب كصلاة جمعة، فليمتحن قلبه إلى أي جهة مصروف. يعني هنا يظهر، يعني هنا وعد الله على أداء الصلوات مثلا أو صلاة الجمعة خاصة، وعرض له بيع وشراء في وقت صلاة الجمعة، يبقى اللي عنده يقين في أن ثواب الجمعة أعظم من ثواب الدنيا، يبقى ترك البيع والشراء وذهب إيه؟ إلى الجمعة. أما الذي يخاف يقول إيه؟ طب أنا أصلي الجمعة الزبون يمشي، يبقى عنده شك فين؟ في وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده هو إيه؟ إيمانه زي ما قلنا ضعيف جدا. قال وكذا لو نهاه طبيب عن قرب طعام يضره ضررا عاجلا، ونهاه الله عن قرب معصية تضره عاجلا وآجلا، فليمتحن قلبه إلى أي جهة هو مصروف. يعني الطبيب حينما يحذر المريض من أي طعام يضره تجده إيه؟ يبتعد عنه خوفا إيه؟ من ضرره. كذلك الله تعالى يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأخبر عن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
يبقى المفترض أن يجتنب الربا خوفا منه كما يجتنب الطعام الضار الذي قد يقتله لو أكله، وهكذا يعني. بس دي أمثلة ليه؟ لوعد الله ووعد الناس. قال وإن كان عدو الله غاشا للمسلمين، اللي هو الشيطان يعني، أكثر من ميله إلى البعد عما نهاه الله عنه، وإذا امتحن نفسه ورأى بها كمالا فليزد فيما هو فيه أو نقصا فيجتهد في التدارك قبل الموت. يعني دائما الشيطان كما قال القرآن، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. لكن الشيطان دائما يغش الإنسان ويضحك عليه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال شقيق تعرف تقوى الرجل في 3 أشياء، في أخذه ومنعه وكلامه. قال وهذا قريب مما قبله، إلا أن ذاك امتحان الإيمان وتوابعه، وهذا امتحان في صحة الأعمال التي بها التقوى. تعرف صحة أحوال الشخص بفعله وتركه وقوله في الأخذ والترك والكلام، فإن فعل فلا يفعل إلا مباحا، وإن ترك فلا يترك إلا غير مباح اللي هو الحرام، وإن قال فلا يقول إلا حقا. ده ميزان، يعني ميزان يزن العبد به نفسه. ومن كلامه رضي الله عنه: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. اللي هو يشكو الغير، يشكو لغير الله عز وجل، لأن القرآن قال على لسان سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هو الذي يرفع عنك ما تشكو به. ومنه: إذا أردت أن تكون في راحة فكل ما أصبت والبس ما وجدت وارضى بما قضى الله عليك. وقد شرحنا هذه المقولة. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نذكر 10 دقائق في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.